بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تلامذتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخميس 7 ماي 2020، 13 رمضان 1441 للهجرة. في مادة التربية الإسلامية، تلاميذ الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مادة التربية الإسلامية والحكمة، أقرأ القرآن وأرتقي. رأينا في الحصة السابقة أن القرآن هو سبيل إلى الفوز في الدنيا والآخرة، أن القرآن هو كتاب هداية ووسيلة للارتقاء إلى الدرجات العلى. إذن القرآن هو دستور شامل لجميع العقائد والعبادات وجميع الأشياء، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. سنرى فضل القرآن الكريم والارتقاء به في الدنيا والآخرة. تلامذة الأعزاء، لنقرأ الآية الكريمة من سورة الجن، خذوا معي الكتاب المدرسي، الصفحة 92. قال الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وسبق أن رأينا الشروحات متعلقة أوحي إلي، أي أخبرني ربي. نفر من الجن أي جماعة قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي قرآنا يهدي إلى الحق لم يسمعوا به من ذي قبل. إذا تأملوا تلامذة الأعزاء هذه الآية الكريمة للاهتداء والتعرف أثر القرآن في ارتقاء الإنسان في الدنيا وارتقائه في الجنة. أتأمل وأتساءل: القرآن كلام الله تعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو نور إذا سكن قلب عبد صار له هاديا مرشدا، وإذا نطق به أبان، وإذا طلب فيه الهدى اهتدى، وإن واظب على تلاوته ذاق حلاوة الإيمان. فمن كان هذا حاله كان القرآن له في القبر مؤنسا، وفي الميزان ذخرا، وفي الصراط شفيعا، وفي درجات الجنة رفيعا. جيد. إذا بعد قراءتنا لهذا الملخص صفحة 92، ما الوصف الذي وصف به القرآن الكريم؟ وصف بأنه كلام الله، وأنه النور والهادي والمرشد. ما أثر تلاوة القرآن في حياة المسلم وبعد مماته؟ الهداية، تذوق حلاوة الإيمان، أنه مؤنس في القبر. إذا ما يتعلق بالهداية وتذوق حلاوة الإيمان في الدنيا، في القبر بعد الممات مؤنس في القبر، ذخر في الميزان يوم القيامة، وشفيع يوم الصراط، ورافع إلى المراتب العلى في الجنة. إذا بعد قراءتنا للحديث بالكتاب المدرسي، عدوا معي الكتاب المدرسي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، ورتل القرآن كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. من سنن أبي داود. إذن قلنا يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، إذن هنا طلب القراءة لماذا؟ للارتقاء. إذن القراءة للارتقاء، ورتل القرآن كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لماذا قرنت القراءة بالارتقاء في الحديث؟ لأنها قراءة مصحوبة بماذا؟ بالخشوع والتدبر، والخشوع والتدبر هما السبيلان إلى الفوز برضا الله ونيل جنته.
نعم، هما السبيلين إلى الفوز، إنهما السبيلين إلى الفوز برضا الله ونيل جنته. من المقصود بصاحب القرآن هنا؟ هو من يقرأ القرآن ويتدبره ويخشع في تلاوته. إذن الدعوة إلى قراءة الخطاطة للوقوف على فضل ملازمة القرآن. نعود إلى الكتاب المدرسي صفحة 92، لاحظ الخطاطة: فضل ملازمة تلاوة القرآن وترتيله. الاهتداء للحق في الدنيا، لأنه مثابة نبراس أو سراج ينير لنا الطريق، نعم، في الدنيا. الفوز بالجنة، التزام أوامر الله تعالى واجتناب نواهي الله، نعم، تعالى. إذن هذا ما يتعلق بفضل ملازمة تلاوة القرآن وترتيله. إذن المقام الذي خص الله به الماهر في القرآن هو الدرجات الرفيعة مع السفرة، السفرة هم الملائكة. ولإدراك هذا المقام تنبغي قراءته وتدبره والعمل به، والعمل به جيد، اتباع ما أمر ما يأمر به والاجتناب ما ينهى عنه. إذن تلاميذ الأعزاء، نصل إلى الملخص الذي، نعم، سأقرأه وأنتم ستسجلونه على دفتر، نعم، الملخصات. القرآن الكريم وسيلة للرحمة والتقرب إلى الله، وهو كتاب هداية، ومن الحكمة أن نرتقي في مقامات النور القرآني الالتزام بتلاوته وتدبره كي نرتقي إلى الدرجات العلى في حياتنا وبعد مماتنا. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن بهذا تلاميذ الأعزاء نكون قد عرفنا قيمة القرآن الكريم والفائدة من تدبره والخشوع لقراءته، وذلك للارتقاء في الدنيا والآخرة لنيل رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بالجنة. تلاميذ الأعزاء، نعم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.